من ميناء مستغانم، لحظات قبل إقلاع سفينتي صيد. الوجهة جنوب مالطا بأعالي البحار للمشاركة في الحملة الدولية لصيد التونة في رحلة تدوم شهرا واحدا. رانا 14 مولين روحوا تما نتلاقاو كاع، كل واحد يحوس على الطون، اللي يسب الطون يعيط الخو باش كاع نتعاونوا كاع، باسكو هذه لاباس نصيدوا الحوت حي. ومن يصيدوه كاين لي كاج، نجيبوا لي كاج، لي كاج ديجا ران سور بلاس، نعيطوا لي كاج، نعطوا بوزيسيون جي بي اس باش يعرفونا وين رانا، باسكو بحر تما كبير. يجوا بلا بوزيسيون جي بي اس، يجوا عندنا يلصقوا الكاجا في الشكا، يكون عندنا الطون. هم بعد يجوا الغطاسات يحوزوا الطون، يروح لاكاج. ولاكاج هذه فيها دي كاميرا، توتي زوج كاميرا، وحده فوق وحده تحت، الحبة تاع الطون 100 فوت يحسبوها. أكثر من 34 بحارا في مهمة صيد في ظروف استثنائية، الأمر الذي استلزم اتخاذ كل التدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا خلال الرحلة. قمنا مع مصالح الصحة باش درنا كل الفحوصات الطبية وأخذ يعني الحرارة لكل إكيباج باش يروحوا بسلام إن شاء الله ويرجعوا بسلام، وفي العودة راح يكون ثاني حجر صحي على هذا الإكيباج. 1650 طنا هي حصة الجزائر التي أقرتها المنظمة الدولية للحفاظ على سمك التونة، على أمل عودة البحارة غانمين.